UNFM 91.2. Santé Plus Express. عسلامة ومرحبا بكم في سانتي بلوس اكسبرس. الصايم في شهر رمضان يلزم ياكل ثلاثة وجبات، وجبة السحور، وجبة العشاء، ووجبة خفيفة في السهرية. وفي حلقة اليوم نحكيه على وجبة السحور، أهميتها، شناكلوا فيها، وشنو اللي يلزم نتجنبوه. السحور هي أول وجبة في نهار الصيام، وبها يقاوم الصائم الجوع والعطش. وجبة السحور كيف تكون متكاملة تمكن الصايم من الحفاظ على مستوى السكر في الدم على طول اليوم، وتمكن من تخفيف الشعور بالجوع والعطش. باش تكون وجبة السحور صحية يلزم نتناولوا أغذية خفيفة على المعدة وسهلة الهضم، ومن بين هذه الأطعمة الدقلة والموز والحليب ومشتقاته اللي فيها نسبة هامة من البوتاسيوم اللي ينقص من الإحساس بالعطش. ننصح الصايمين باش ياكلوا الغلة في السحور على خاطر الغلة فيها نسبة عالية من الماء والفيتامينات والأملاح. السحور زادة يلزم يكون فيه كمية معتدلة من النشويات، وخاصة الغنية بالألياف، وللامتصاص متاعها يكون ببطء ويعطي طاقة الكامل اليوم الصيام، وتخلي الصايم ما يجوعش بسرعة، كيف ما الخبز القمح، المسفوف والزميت. وجبة السحور الأفضل ما نتناولوش فيها المواد اللي فيها برشا سكر سريع الهضم، كيف الحلويات، الكرواسان، الفطاير، الزلابية والمخارق، وللأفضل نتناولوها في السهرية وبكميات معتدلة ومش كل يوم زادة. ومن العادات الخايبة عند التوانسة في السحور نتسحروا فضل العشاء. علاش خايبة؟ على خاطر الماكلة المالحة تخلي الصايم يعطش بسرعة وبدنه يشيح من الماء. وما ننساش ننصح المستمعين باش يتجنبوا القهوة والتاي والمشروبات الغازية، لأنهم يتسببوا في فقدان الجسم للماء والأملاح المعدنية، ونجموا نعوضوها بالعصير الطبيعي. بالسلامة.